يعني أي نعم، احنا في فترة صوم لكن قربنا خلاص، الأيام بتجري بسرعة، ومع رابع يوم من أيام شهر رمضان حصل تراجع في أسعار الدواجن 5 جنيه في الكيلو. يعني ده على حسب برضو الخبر، ودايما بقول لكم نبض الشارع أو الترمومتر بتاعنا هو حضراتكم. لما بتنزل، لما بتشتري، بتشوف الأسعار زي ما بيتم الإعلان عنها، تقدر إن أنت توافينا، نقدر نشوف هل في يعني مشكلة من التاجر هو اللي بيزود في السعر، ولا المشكلة في المزرعة. لك الأسعار اللي احنا بنقولها لكم دلوقتي ده بداية من المزارع، بتورد بسعر كام فبتوصل وتتباع للمستهلك بسعر كام، من 64 ل 65 جنيه ده سعر كيلو الفراخ، ده من المزرعة. المفروض انها بتوصل تتباع في المحلات وفي الأسواق التجارية ل 72 جنيه للكيلو. تقدروا تشوفوا برضو ده ايه. وطبعا الانخفاض الخمسة جنيه دي، ولو حصل انخفاض اكتر من كده بسبب الفترة اللي فاتت او الايام اللي فاتت، الفراخ المجمدة اللي احنا اتكلمنا عنها انها انتشرت بشكل كبير دلوقتي، واعتقد انها ساهمت بشكل كبير في حل الازمة. بس هو فعلا انا سألت، يعني الاسعار فعلا قلت ال 4 5 جنيه دول قلوا في دي حاجة كويسة في السوق. وبعض المناطق كانت مش بتبيع ب 72، كانت بتبيع باقل من كده، يمكن 70 و69 و68 وحاجات، قريب من سعر المزارع، قريب من سعر المزارع. دي حاجة كويسة، وان كنا نتمنى تخفيضات اكتر. يعني نتمنى ان مثلا سعر الكيلو يوصل يعني بالكتير 40 جنيه 45 جنيه، لكن برضه هو احنا شايفين ان هو غالي. لكن شايفين في تراجع؟ اه فعلا في تراجع. يعني انا من الناس اللي سالت وعرفت القصه دي، لان ساعات بنلاقي كلام مكتوب على ارض الواقع مش موجود. ولو انا غلط قولوا لنا برضه، قول لي لا الاسعار في زياده، قول لي ب 80، قول لي اللي هتقوله. لو حد بعت لي دلوقتي هقول لك ان انت قلت السعر غلط، قول لي المحافظه واسم المنطقه اللي فيها حضرتك لو سعر الفراخ عندك اكتر من 70 او 72 جنيه. لكن نتمنى ان يبقى في تخفيضات اكتر من كده، نتمنى ان فكره زياده المعروض تعمل تخفيضات اكتر من كده.